تم التجهيز من قبل فرقة السلطان مراد ولواء الحمزة ولواء صقور الجبل والأخوة في الجبهة الشامية. كانت المعركة شرسة وعنيفة جدا، استمرت لعدة ساعات. طبعا بعد تحرير القرية أرسلوا عصابات البغدادي، أرسلوا أول سيارة مفخخة، حاولوا يستعيدوا السيطرة، ولكن بهمة الأبطال الموجودين بفضل الله عز وجل تموا ثابتين وردوا هجوم عصابات وميليشيات البغدادي. ردوا أرسلوا سيارة مفخخة تاني، حاولوا أن يستعيدوا القرية من إيد أبطال جيش الحر، ولكن بفضل الله عز وجل وهمة الثوار الموجودين فشلت محاولتهم الثانية. حاولوا محاولة ثالثة يقتحموا مشاة كمان، بفضل الله عز وجل شافوا صد عنيف وقوي جدا، وكانت الأمور كثير جدي بهمة أبطال الجيش الحر الموجود هنا من فرقة السلطان مراد ولواء الحمزي ولواء صقور جبل الأخ في الجبهة الشامية. خسائر ضمن قرية مريغل؟ كان في عندهم فطائس كثير، قبلنا كثير خسائر من عتاد متوسط وخفيف غير المفخخات. العمل راح تبقوا مستمرين فيه؟ الأعمال مستمرة بإذن الله عز وجل ومتواصلة لتحرير آخر شبر أرض في الأراضي السورية. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحرير قرية مريغل بالكامل، قبلنا أرتال أرتال، مجموعات مجموعات من ضمن القرية. كان معنا السلطان مراد والصقور والحمزات، جمع الفصائل كامل. الحمد لله رب العالمين، اقتحمنا الضيعة، قتلناهن وغنمنا منهن جميع الأسلحة. الله أكبر. الله أكبر. استهداف بالدخان السيح بالبراميل المتفجرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استهداف فدة خان الشيح بالبراميل المتفجرة. الله أكبر. احنا
موجودين هون مشان نأكد للنظام الفاسد اولا واعوانه انه نحن صامدين مهما حشد علينا من دول ومن ميليشيات. نحن ما بنتراجع عن قرارنا اللي قررناه واتخذناه من اول الثوره من 5 سنين اللي هو اسقاط النظام. حضور كريم من ثوار حلب، كبار صغار نساء اطفال، يعني في عده فقرات مسرحيه، فقرات غنائيه. نتمنى يكون هاي السنه الخامسه يعني سنه نصر للثوره، لان العالم يعني شفنا يلي صار، دخلت كل الدول في سوريا، العالم تعبت. نتمنى يكون هاي السنه سنه نصر. يلعب روحك يلعب.